يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد، وفي أذان الفجر قمت وعلي جنابة فذهبت إلى المسجد وأذنت فيه ثم عدت إلى المنزل واغتسلت، فما حكم عملي وما حكم الأذان؟ الأذان يصح ولو من غير طهارة، ما يشترط للأذان الطهارة. دخول المسجد إذا كنت ما تريد الجلوس يجوز المرور وأخذ شيء أو لحاجة، ما هي مانع، لكن عليك أنك تغتسل قبل تروح، ولو تأخرت دقائق ما كان، اغتسل قبل. لكن لو فعلت هذا ولا اغتسلت هذا جائز، بشرط أن لا تجلس في المسجد. نعم.